حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة: أخبرنا سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا سلمة بمنى يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه. وقالوا لا نجد الا افضل من سنه قال اشتروه فاعطوه اياه فان خيركم احسنكم قضاء